شو هاي؟ 5 ملايين خصم يا ولاد الحرام؟ كيف بدي اعيش انا؟ كيف بدي ادفع كمبيالة شاري زعرور هلا؟ ما بتوفي ابدا. اكيد ما بتوفي ال5 مليون. ايه اللي خصمولكم اياها من معاشكم؟ خصمولكم 5 مليون مش مزحة يعني. 5 مليون ما بتوفي مع الجيش اللبناني. حامل الوطن هيدا. وعم بيقولوا انه كل شهر يمكن يخصموا 5 مليون. صح شو؟ ايه شو 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 شو؟ ايه كل شهر ما بتوفي؟ شو هالدولة اللي ما بتحس؟ مع جيشنا بالإذن. قربت تنحل الأحد بعد الأخبار على الجديد